أطلقت أطفال الشارقة مبادرة نصلكم أينما كنتم للتعلم عن بعد من خلال البث الحي والمباشر عبر حسابها في الإنستغرام. تهدف هذه المبادرة إلى تنمية قدرات ومواهب الأطفال من خلال تقديم ورش وتنفيذ ورش للأطفال فنية، ثقافية، علمية ورياضية أيضا، وذلك ضمن المسارات الأطفال والمعتمدة في أطفال الشارقة. تأتي هذه المبادرة بعد إغلاق المراكز وتعليق الأنشطة والبرامج، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في الدولة. تسعى أطفال الشارقة من خلال هذه المبادرة أن تصل إلى الأطفال أينما كانوا، ويمكنهم الأطفال مشاركتنا عبر الهاشتاغ نصلكم أينما كنتم.